التونسي يموت على الفريز والتونسي يحب الغلو يحب الغلو التونسي كي ظل حاجه رخيصه تو ب 4000 الفريز ماهوش برشا راه قداش اليوم خدم في بيرغاس خدم من 4000 ل 4200 والتونسي يجيبه له ب 4000 يقول لك لا غالي كي تجيبه له 7000 ترمي عليه البنان البنان ب 5000 في المارشي في بيرغاس ب 5000 وتجيبه له ب 6000 ولا ب 5500 مثلا عندك دينار عندك خدامه وعندك كميون ومزوت وكل شيء يقول لك والله غالي فهمت كيفاش وقبل الشعب التونسي يحب على الغلو اللي يسبني ولا يدبر راسه ولا يقول شعب اما الشعب التونسي يحب على الغلو بير القصعه مبرك بالسلعه قسما بالله السلعه قاعده تتلوح قاعده السلعه تتلوح ولا اله الا الله محمد رسول الله اخذ السلعه قديش اخذ السلعه قديش ما فماش الزوالي هو صحيح الزوالي راه اموره تعبره التونسي برا يبارك التونسي اموره تعبه من هذا ما لا شك فيه اما لا اله الا الله محمد رسول الله الغلو يحبوه الفلفل كي كان ب 4200 و 5000 يشروه تو ب 2500 و 2000 يخزروا ملاوه في رمضان في رمضان يبيعوا فيه بحذايا ب 7500 العباد عليه هابطه كذبان طويكا ب 5000 و ب 5 و 5 و ب 6 ما يحبوش يشروه البارح حطيت ب 4500 ما شروش حطيت ب 6000 شروه البنان وبقداش البنان في المارشي ب 5000 هاي بالكيدونس الكيدونس موجوده كان الله ان شاء الله نلقاها البنان تاع الجزائر بل موجود هذاك القبال على الغلو الشعب التونسي يحب الغلو قسما بالله صدقني الشعب التونسي يحب الغلو حاجه رخيصه ما يحبش يمشي لها مانيش عارف علاش يقول لك حاجه رخيصه معناها حاجه غاليه معناها باهيه وهي ساعه تلقى حاجه رخيصه تلقاها خير من الحاجه الغاليه يخليها ما تعطوا هذا الفريز لو كان حطوا لهم ب 7000 ب 7000 راهو راهو شنو صدقني وب 4000 فرانك نظيف ما يشربش انا بعته ب 3000 بعتها ب 3000 الفريز وبعتها ب 2000 وبعتها ب 2500 نعم لا يشرو مش ما يشروش اما مش كيف كذلك الحاجه غاليه يهبطوا عليها قسما بالله ذلك حاجه غاليه يموتوا عليها يا ولدي اسمع وهي تونس ان شاء الله ربي يخلص واحد باهي هي مش باهي اما فيها برشا حاجات خايبين من ناحيه كبير يحكوا جماعه الماء الماء راه احنا في القلعه قسما بالله قسما بالله تضرب الكاهن بتاعنا على الاخر على الاخر الماء متعدي للبحر شتا كامله متعدي للبحر وبعد شو عملوا؟ بعد اللي هبطوا للبحر قالوا ها باش نسيبوا الماء نسقوا النعمه النعمه شيء النعمه شيء ما يساش تو نبيعوا لهم للعباد مش فهمتني بعد ما شيحت النعمه قال لك هنسيبوا لها نسقوا هي ماتت النعمه النعمه ماتت نهار اللي باش يسيبوا الماء ما لقوش الماء الواد تو شايف معناها ريت القلعه قسما بالله قسما بالله امورها على الاخر على الاخر امورها تعبت 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 جمل فهمت خويا وربي يسمع وربي يخلص وحال العباد وربي ان شاء الله الفلاح مسكين والله قسما بالله مسكين الفلاح حتى التاجر يعاني راه التاجر يعاني خاطر الشعب ما عادش عنده فلوس فلوسه نقصت فهمت خويا اخت اعطيني ساشيات نعبي ونحكي ميساج ميساج نعبي ونحكي معك اعطيني ساشيات يا عزيز اعطيني ساشيات فهمت خويا ومرحبا بكم وان شاء الله كل عام خير وربي يوصل بالسلام والسلام عليكم مصلي على النبي الناس كل حد وقدير وقدره والله هكاك وبر هكاك اللي عنده يشري واللي ما عندهش ربي نوباليه او رخيص اي رخيص ثم ناس ما تقدرش باش تاخذ ثم ناس ما تنجمش باش تاخذ اللي ما عندهش باش مش يشري واللي عنده نجم يشري قسما بالله البارح في قربه قسما بالله من 4 ل 4200 الفريز قسما بالله اليوم ب 4000 هذه الشيء انا مرت البارح صراحه فهمتني اليوم ب 4000 ما يشروش والرجال شريته ب 4 وب 4200 البارح من قرب الفريز فهمت خويا ما عادش والف وريتا والفوك اللي مات ب 3500 المده بتاع العيد ما هو برك على بعضه طاب ولا ب 3000 3500 رخص تو كي تجي تقول لهم ب 4000 يقول لك اه والله مغلي علينا وهو ما بقرب اخويا غالي صدقني قسما بالله البارح من 4 ل 4200 الفريز في قرب من زاد من معناها من عند معناها السمسار الفلاح يبيع ب 3.8 3.9 فهمت خويا الاسواق الكل باهيه كل واحد ومنطقته سوق الكرم سوق الكرم سوق المرسى سوق القلعه سوق سيدي ثابت ها
ايه تشي الكل بالكل 50% جديد و 50% مثلا ماشي خايبه ما يكمل بها يبقى مسوار يسرح ويبيع. انا نخدم خضار بيع في الغله سبيسياليتي غله. بالنسبه للفريز طالع بالنسبه للبركدين طايح فهمني خاطر ما فماش غله غله مش تزاحم الفريز الخوخ ما يتاكلش مش ماشي ما يتاكلش الدلاع كله قدير وقدره بطيخ لازم فهمتني توا كعبه الفريز هي الفابوري في الغله برشا يعني 90% قبال على الفريز من 5000 وانت طايح لوت ارخص فريز ب 3.5 باهي بتبيع باهي اخيتي مشاكل مش ماش ولا خوخ توا مع صغل برا ربي عينكم.